أطلقت في عمان الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى خلال مؤتمر حضره رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب والمسؤولين العرب. وفي كلمتها أوضحت بني مصطفى أن إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتعزيز دورها الاجتماعي يسهم في حل العديد من المشاكل الاجتماعية، مؤكدة أهمية وجود النساء في مواقع صنع القرار، حيث تصبح قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن في مقدمة الأولويات. من جانبه أعرب العسومي عن اعتزازه بإطلاق أعمال المؤتمر من الأردن الذي يعتبر نموذجا في تمكين المرأة، مؤكدا أن البرلمان العربي يولي قضايا المرأة العربية أهمية قصوى. يشار أن الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية تركز على تمكين البرلمانيات وتعزيز فرص النساء في العمل البرلماني، انطلاقا من أهمية دورهن كشريك أساسي في عملية التنمية. بنتشرف بأن نكون الراعين لهذا الإطلاق للوثيقة البرلمانية للمرأة العربية اللي أعدها البرلمان العربي، واللي هدفها الأساسي هو زيادة تمكين البرلمانيات، ويعني تركز الوثيقة على عدة محاور أساسية وهامة، مثل جانب تعزيز مهارات النساء فيما يتعلق بالتشريع وبالرقابة، أيضا كيف يمكن أن يعني تتعامل البرلمانات وأن تكون بيئة صديقة أكثر للتمكين السياسي للنساء، التأهيل والتدريب وخاصة ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية. وأيضا أشارت الوثيقة إلى أنها وثيقة حية بعد اعتمادها من كافة البرلمانات ومن البرلمان العربي، أيضا هنالك مجال لتطوير هذه الوثيقة بحيث أنها مفتوحة من أجل يعني أي توصيات وعبر الطرق التي يوفرها البرلمان العربي.